الناس خيبتها السبت والحد، وخيبة تشيلسي ما وردتش على حد. مليار وحبة في الانتقالات، بداية موسم كارثية ونهاية موسم جيدة، ولأن الفقر عارف صاحبه، مانشستر يونايتد ياخد الكاس ويزحلق تشيلسي على دوري المؤتمرات بدل الدوري الأوروبي. علامات استفهام حوالين صفقات كتير فشلت وما قدمتش حاجة، وخوف من عقوبات مالية على الفريق بعد ما فشل يحقق أهدافه المالية. علشان كده قائمة الراحلين عن تشيلسي أهم من تعاقداته المنتظرة، فيلا بينا نشوف مين اللي هيخرجوا من جنة واحد من كبار إنجلترا. يلا بينا. رقم واحد، كيبا خسر مكانه في تشيلسي مع وصول سانشيز وطلع إعارة على الريال، وخسر مكانه هناك لصالح لونين، وقدم أداء سيء في المباريات اللي لعبها علشان تستمر لعنة الحارس الأغلى في التاريخ واللي ما بقاش لاقي فريق يلعبه أساس. مستقبله في تشيلسي مغلق، والنادي جاهز لبيعه مع أول عرض مقبول، المهم إنه يفوق ال 15 مليون يورو. لو لونين قرر يمشي مع عودة كورتوا، ممكن يكمل بديل في الريال أو يكمل مع أي فريق في أسبانيا أو يطلع على ليون أو موناكو اللي كانوا مهتمين بيه. لكن في إنجلترا خلاص مفيش فريق مستعد يراهن عليه بشكل أساسي. رقم 2، سانشيز قدم مستوى كبير جدا في بداية الموسم وكان من النقاط المضيئة في تشيلسي، لكن الإصابة بعدته عن النص الثاني منه، ومع تألق بيتروفيتش في الباقي منه صعب يرجع لمكانه بسهولة. قيمته السوقية قلت من 32 مليون يورو ل 20 مليون يورو، لكن كل ده مش مشكلة. المشكلة لما تشيلسي بدأ يدور على حارس تاني، وعايزين فعليا حارس فالنسيا ماماردشفيلي، ودخلوا في مفاوضات لضم. فهو ده يقولك ان سانشيز هيخرج من النادي في السوق اللي جاي، لكن صعب يقبل يبقى حارس بديل، ما بالك بقى لو حارس تاني. في فرق في انجلترا مهتمة بيه وسهل يروح فريق تاني، بس المهم يندفع ال 25 مليون يورو اللي تشيلسي عايزه. رقم 3، مالانج سار كان مدافع واعد في بورتو، ولكن مفرمة تشيلسي ضيعته، وقضاه إعارة مع موناكو ونيس، وحتى ما بيشاركش هناك. فاضل في عقده سنة، وتشيلسي مش ممانع يفسخ العقد ويدي اللاعب حريته يختار وجهته اللي جاي، المهم يبقى برا قائمة الفريق. رقم 4، شالوبا مدافع جيد و قادر يقدم أدوار جيدة، لكن في زحمة صفقات تشيلسي اختفى دوره مع الفريق وتراجعت قيمته. حاليا مطلوب في كذا نادي زي مانشستر يونايتد وتوتنهام ونيوكاسل وويست هام، وتشيلسي مش هيطلب كتير، يا دوبك 15 مليون لبيعه. سهل يلعب دور مهم في أي فريق من اللي عايزينه، كون قدراته فعلا كويسة وقادر يلعب كلاعب وسط دفاعي وقلب دفاع، والنوعية دي مطلوب. رقم 5، روميو لافيا كان صفقة منتظر منها كتير، لكن الإصابة ضيعت عليه موسم كامل، وكان من ضمن أسوأ الصفقات نظرا للي كان مبني عليه والأحلام والكلام ده، ورفضوا فرصة اللعب أساسي في ليفربول. مؤكد رحيله عن تشيلسي، لكن إعارة مش بيع، علشان يروح فريق يشارك معاه بشكل مستمر وهو يستعيد لياقته من تاني ويرجع تشيلسي جاهز الموسم بعد الجاي. الخيار الأول حاليا هو فريق السابق ساوثهامبتون اللي بابه مفتوح ليه في أي وقت، والخيار التاني هو إيفرتون اللي هيبيعه أونانا بشكل مؤكد وهيعوزه بديل ليه بنفس طريقة اللعب، وفي كل الأحوال هو لاعب صغير ولازم يتم الرهان عليه. رقم 6، كونور كالاجيه المفروض ما يمشيش، الراجل قائد في أرض الملعب ومقدم موسم ممتاز جدا مع تشيلسي، وكان واحد من أبطال إنقاذ الفريق، 7 أهداف و9 أسيست ومجهود بدني خرافي على مدار الموسم، لكن السبب مش فني خالص، السبب مادي بحت. تشيلسي محتاج يبيع لعيبة علشان يظبط موازنة الفريق ومداخيله بعد ما فشل يوصل دوري أبطال وياخد مراكز متقدمة في الدوري. النادي الأقرب ليه حاليا هو أستون فيلا اللي هيشارك في دوري الأبطال الموسم اللي جاي، ومطلوب كمان في كريستال بالاس اللي قدم معاهم فترة إعارة خرافية، ونيوكاسل كمان، وسعره مش هيقل عن 60 مليون يورو، كون قيمته السوقية الحالية 50 مليون يورو. لاعب مميز وقائد حقيقي، لكن حظه سيء مع تشيلسي ومكسب للفريق اللي هيروح. رقم 7، رحيم ستيرلينج صفقة كان منتظر منها كتير،
لكنها ما قدمتش أي حاجة، بل بالعكس زودت مشاكل الفريق الهجومي. ستيرلينج معروف عنه إضاعة الفرص السهلة، والمشكلة دي حلها بيب بشكل مؤقت، لكنها رجعت بقوة مع تشيلسي من جديد. سجل مع الفريق 19 هدف وصنع 12 في كام؟ في 81 مباراة. رحيم ستيرلينج قدم موسم سيء للغاية وختمه بخسارة مركزه في التشكيل، وفرصة لعب اليورو كمان ضاعت منه. طب المؤكد انه غير مرغوب فيه في تشيلسي، اللي هيحاول يصحح اوضاعه المالية ويتخلص من اعلى رواتب في الفريق. قيمته قلت ل 35 مليون يورو، وده رقم كافي جدا لبيعه لو وصل عرض بيه. في اهتمام من فرق سعودية بخدماته وفرق متوسطة في انجلترا، ومستني معجزة تجيب له عرض من فريق كبير. لكن مع وصوله سن 29 ومستواه الحالي، لو راح فريق كبير هيروح كبديل مش اساس. رقم 8، مودريك. بقولك ايه، تعرف ان درب مودريك في تشيلسي 5 مدربين، وده نفس عدد اهدافه في الدوري الانجليزي في سنة ونص. لما تشوفه بتسأل هو ايه اللي مميز فيه يندفع علشانه 100 مليون يورو ده؟ سريع؟ ماشي. مراوغ جيد؟ لا. هداف؟ لا. صانع لعب مميز وكده؟ برضو لا. طب قائد بقى ولاعب مؤثر في احداث الماتش؟ برضو لا. هما ليه بقى؟ الحل الوحيد للصفقة دي انها سياسية ملهاش علاقة بالكورة ابدا، اللي هو خدنا النادي من مالكه الروسي وجبنا لاعب اوكراني خليناه من الاغلى في التاريخ، لان سعر مدريك العادل 30 مليون يورو، لان ليه هامش تطور وسنه صغير بس مش اكتر من كده. قيمته السوقية قلت للنص، وقيمته جوه تشيلسي ما بقتش كبير. حاليا في اخبار عن التفكير في اعارته لفريق يقدر يطوره، لان صعب يكمل مع الفريق اذا كانوا عايزين فعلا ياخدوا بطولات او ينافسوا عليها الفترة اللي جاية. رقم 9، ديترو فوفانا. قدم فترة اعارة جيدة جدا في بيرنلي، وسجل 4 اهداف وصنع هدف في اقل من 900 دقيقة لعب، ولكن مستقبله مع تشيلسي مغلق برضه، لان الفريق محتاج مهاجم هداف يلعب بشكل اساسي، ويلعب جاكسون ليه احتياطي، وساعتها تطور فوفانا هيقف. الحل انه يكمل اعارة الموسم اللي جاي، سواء مع بيرنلي في الشامبيونشيب او في فريق تاني، كونه فعلا مهاجم واحد جدا ويجي منه. وبس يا سيد، هي دي قائمة الاسامي اللي هترحل عن تشيلسي. في منهم اللي دخل النادي غلط، ومنهم اللي هيرحل لاسباب مادية او لاستعادة مستواه. قلنا بقى مين كمان يستحق يمشي، وهل في لاعب فيهم يستحق يكمل مع الفريق؟ مستنيك بقى تقولي في الكومنتات، مستنيك كمان تعمل لايك وسبسكرايب وشير علشان يوصلك كل جديد. سلام يا صديقي.